عيادات متنقلة تقدم الخدمات الطبية مجاناً لسكان القرى البعيدة والمناطق النائية في محافظة حضرموت وغيرها من المحافظات اليمنية المحررة. رأينا أن هناك نقص في بعض العيادات الخارجية، والمسافات اللي يتكبدها المواطن للوصول إلى العيادة أو المستشفى، فرأينا من خلال خطتنا وتوسعة هذا المجال الصحي بالاتفاق مع مديريات الصحة اللي منتشرة حول هذه المحافظة أن نقوم بعمل عيادة متنقلة. الفريق الطبي المتنقل يعمل على مدى 6 أيام في هذه العيادات ليخفف المعاناة عن السكان في المناطق النائية حيث لا مراكز طبية. الفريق الطبي يعاين الحالات المرضية ويحول الحرجة منها إلى المستشفيات المتخصصة وعلاجها على نفقة الهلال الأحمر الإماراتي. تخفف في الأخير من معاناة الناس في خاصة والوصول إلى مناطق محرومة في ظل تدهور المنظومة الصحية لدينا. أكثر من 3000 حالة مرضية استفادت من العيادات المتنقلة في 3 أشهر فقط، ولا يزال المشروع في بدايته ويستمر حتى العام المقبل. أحوج ما يكون الناس هنا إلى تقديم يد العون والمساعدة خاصة في المجال الطبي خلال هذه المرحلة الحرجة التي يعاني فيها القطاع الصحي من ضعف وتدهور لم يشهده منذ عقود. مطيب مزاحم، سكاي نيوز عربية، المكلا.